اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا ايه. فاكرين الاميره اللي احنا كنا بنعملها بالرمله؟ كنا لونا واحده قبل كده، النهارده بقى هنلون واحده تانية مع بعض، وعايزاكم بقى تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. الله، انا متشوقه ومتحمسه جدا. بصوا اهي دي بقى علبه الرمله. اوكي، في الوان كتيره جدا زي ما انتم شايفين، الاصفر والازرق والبامبا والاخضر والاحمر والاورنج والموف. الله، شكلهم كلهم حلوين جدا. اوكي، بعدين بقى دلوقتي ده الورق اللي معايا اللي احنا هننقي بقى صوره الاميره اللي احنا عايزين احنا نلونها. ممكن احنا ننقي الصوره دي. الله، شكلها عاجبني جدا، هنحطها بقى كده. اوكي، بعدين نبتدي بقى ان احنا نلونها. بصوا هنشيل بقى اللزق اللي عليها اهو. بصوا عينيها اتفكت مني، بقى هنشيل بس اللزق بتاعها. واو، بصوا هنجيب بعد كده بقى دلوقتي، بصوا الرملة السودا، خلينا بقى عينيها لونها اسود. واو، بعدين بصوا هنفك بقى بس الحاجات اللي حواليها كده. اهي كده بقى فكينا عينيها، نكمل بس الباقي بالابيض. بصوا بالسكينة بنقوم جاي مكملين بقية الحاجة كده اهو، ونحط بقية الرملة. حطينا كده بقى الرملة البيضة وحطينا الرملة السوداء، وعملنا كده شكل عينيها. الله، بعدين بقى هنعمل بقى مراخيرها اهو. بصوا بقى الالوان اللي هي محطوطة لها. الله، بصوا مراخيرها اصلا مش باينة، فممكن نكملها بنفس الالوان اللي احنا شايفينها. هنحطها بقى كده وبقها لونه بينك. نكمل بقى الحلقة بتاعها. الله، بصوا بقى وشلنا عملنا شعرها كده اهو باللون الاصفر. واو، شفتوا بقى سهلة جدا التلوين ازاي بالرملة، مكانها اصلا ملزوق، فاللزق بين جاي ماسك في الرملة، فبيخلينا ناخد الشكل اللي احنا عايزينه. الله، بص بقى ما خلصت، شكلها بنفس الطريقة بالظبط، شكلها في الاخر. واو، عجبني جدا الشكل بتاعها، استخدمنا الوان الموف والبينك والاخضر والاصفر. الله، لا شكلها جامد جدا. بصوا اشيل بس كده الزيادات، نشوف جاي شايلين اللزق بتاعها. الله، انا عجبتني جدا الالوان، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم فيها. بص بعد ما خلصتها بقى كلها، واو، شايفه ان شكلها جامد قوي، ما سخيتش ايدي خالص وما خدتش مني وقت كتير. انا عن نفسي عجبتني جدا اللعبه الفظيعه دي بتاعت الرمل. ممكن بقى نغسل ايدينا بس وهتكون كلها بقى جاهزه. الله، انا عجباني جدا جدا جدا. قوليلي بقى في الكومنتات ايه رايكم في الاميره الفظيعه اللي انا عملتها. استنى الكومنتات بتاعتكم. بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.